يكونوا منطقيين عندما يتحدثوا. ايش اللي كان بين الامير عبد الرحمن بن مساعد والاستاذ خالد البلطان لما قال انا فهمتك؟ والله هذا التصريح ذكرني برئيس دولة طبعا في الربيع العربي عندما ظهر وقال للشعب والان فهمتكم، وفي النهاية رحل. انت تشبه البلطان بن علي؟ لا لا بس التصريح، انا ما اتكلم عن شخص، اتكلم عن قول. اي انا استوضح البلطان لانه خالد البلطان وهذاك من لا انا اتكلم عن تصريح، لانه نرفض يعني انا سمعت هذه لا, لا 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 انا سمعت هذه العبارة من رئيس عربي يعني انا بتكلم. بس انت ما تشبهه في شخصيا اهم شيء يعني. لا 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 ابدا، وبالعكس لما يا ليتني انا مثلا كنت حاكم يوم من الايام زي بن علي. لا والله ان شاء الله ما تحكم زي بن علي يا ابو محمد، ان شاء الله ما تحكم زيه. يا اخي رغبتي، لكن نرجع حاكم كرة قدم وليس حاكم شعب. لكن اتحدث الان على مسألة الكلمة، هو قال الان فهمتك، انا اتحدث عن 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 مصطلح لغوي، مصطلح الكلمة ماذا يقصد منها هذا راجع له. لكن اعتقد الان انه ما حدث اليوم في مباراه الاهلي والشباب ما يستوجب كل هذا التهويل، ما يستوجب هذا البيان، ما يستوجب مثل هذه التصريحات. من حق البلطان او من حق مدربه او من حق اي نادي يرى انه مثلا لا حقوق ان يقولها، لكن ان يكون هناك اسقاطات في الكلام وهناك مثلا اشارات. الان في حمله جديده تؤكد بان التحكيم الى جانب الاهلي عائل. طيب اليونانيين ايش دخلهم في الاهلي؟